تستمر بلاس بروبرتيز بتقديم مشاريع ناجحة ومميزة، وآخرها المشروع الجديد كاسليك أفينيو الذي أطلقته خلال حفل في فندق فير بوتيك في منطقة الكاسليك. وقد حضر الحفل نخبة من رجال الأعمال الذين أبدوا إعجابهم بهذا المشروع المميز وبموقعه استراتيجي في وسط كسروان، ولاقى المشروع إقبالاً كبيراً من قبل الأطباء خصوصاً والمهندسين والمحامين. مشروع كاسليك أفينيو هو مركز تجاري من الدرجة الأولى، مؤلف من مكاتب ومحلات تجارية وأكثر من 550 موقفاً للسيارات وأطلالة استثنائية على البحر. تلتزم شركة بلاس بروبرتيز بمسيرتها المتألقة في القطاع العقاري إيماناً منها بلبنان واقتصاده، وتسعى دائماً لتقديم أفضل الفرص العقارية.